كل انتشار بهذه السرعة برضو، هم وصلونا اسرع يعني. احنا يمكن الحمد لله بقى وصلت محافظات كتير، احنا وصلنا لسانت كاترين كمان، لكن مع التحالف روح تانية خالص كده، توصلي اسرع، بتروحي اماكن اكتر، بتطمني على السيدات اكتر، بيبقوا مطمنين اكتر ان الدولة نازلة تطمن عليهم، فلما بنروح معاهم بيبقوا برضو عايزين يسمعوا اكتر، يعني بيبقوا عارفين ان هم عايزين يطمنوا عليهم فبيسمعوا اكتر، توعية اكتر، كل حد بيسأل اللي هو عايزه، يعني بيبقى الناس مطمنة وفي اكتر. ألفة أكتر طبعا معاهم. ألفة وروح حلوة يمكن ما حسيناش من زمان قوي يعني، الحمد لله. طيب هل في صعوبات بتقابلكم بقى في يعني في عامة تبرعات في البناء في حاجة، هل في أي حاجة حابين إن أنتوا توصلوها؟ انا بالنسبه لي دلوقتي او كم بالنسبه لمجلس اداره بهية، اللي يمكن العقبه الوحيده اللي بنقابلها، مش الوحيده طبعا، مش سهل، دايما بقول نشتغل ونخلص وربنا بيكرمنا الحمد لله يا رب. ما حدش كان يتخيل ابدا ان في سنه وخمس شهور، احنا من سنه وخمس شهور الصرح اللي حضرتك شايفاه ده في شيخ زايد 9 ادوار، مكان كان رمله، تم عباره عن البناء رمله في سنة تماما. سنة وخمس وخمس شهور. شهور انتهينا من أعمال البناء في المبنى بالكامل زي ما حضرتك شايفاه، إن شاء الله يا رب يقدرنا وندخل مرحلة التشطيبات، ونفسنا نستقبل أول سيدة في مارس 23 إن شاء الله. لأن قائمة الانتظار بتكبر. المشكلة دلوقتي إن أنا عندي الكيماوي العلاج في بهية الهرم، ما ايوه أقدرش أوقف علاج الناس، قائمة الانتظار بتكبر، وفي نفس الوقت محتاجة تصرفي على بنا بهية شيخ زايد. ارقام التواصل مع حضراتكم او ازاي المتبرع لو حابب ان هو يتواصل بيتواصل ازاي؟ 16602، كمان اللي اهم من التبرع زي ما 16 6 16602 0 2 تطمن، تاخد دور عشان تطمن على روحها، ده برضو بالنسبه لنا من اهم الحاجات في بهية. واللي عايزه تطمن على نفسها برضو 16 6 0 602 2 هتيجي تطمن على نفسها واهلها يطمنوا عليها، ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، وبتوفر على الدوله وعليهم مصاريف علاج رهيبه لو لحقت المرض من اوله، صحيح. يعني مش هنحتاج. بهي مجاني الحمد لله، الناس مجاني بتتعامل حلو، بالكامل ما فيش. مجاني بالكامل، جزء صغير جدا لو حد ده دايما الحته الناس الشهر، لو حد مش عايز يستنى دوره، عشان احنا مش بننط الدور، يعني مثلا في ناس مقتدره بتقول انا لا يجوز عليا الزكاه، بس بدل بعد خصوصا بعد الكورونا، بدل ما اروح اتعالج بره اتعالج وسط اهلي، الفلوس دي بتروح بقى للاجهزه، صيانه الاجهزه او لحد تاني غير قادر، ده جزء بسيط جدا ما بيتعداش ال يعني دي الحالة 18% الوحيدة اللي بيتم فيها الإنفاق الانفاق أو بيحصل بالظبط. فيها، إنما غير كده يا فندم لو في أي سيدة غير قادرة مش قادرة ولا ما مليم بتدفعش ولا حاجة ولا في مليم العلاج ولا في الكيماوي ولا في الدواء ولا في أي حاجة. خالص. وكمان حضرتك كنت قلتي حاجة في الكلام ان لما بتستأصل صدرها نفسيتها بتبقى تعبانة جدا، احنا مش بنسيب الست بس في المرحلة دي، احنا بنعمل إعادة بناء ثدي.